دي معلش عشان اسال حاجه انا مش عارف ليها علاقه بالمكان ولا لا، بس موضوع الملح ده الميه الملح يعني هل مرتبط بطاقه المكان ولا دي برضو دي طاقه عامه؟ يعني في ناس يقول لك اول لما بيدخل برضو بيروح جاي ماسك البيت ميه بملح ويعمل البيت كله مع الصابون بقى من غير الصابون بس بيحط ميه يعني وملح. دي حاجات من المورثات القديمه الصح 100%. احنا كلنا لما بنروح البحر ونصيف اكيد بنبقى مبسوطين جدا، بنبقى بنتنطط وفرحانين وقمه السعاده انها بتشيل الطاقات السلبيه من الشخص ومن المكان نفسه، الطاقات الموجوده. بس طبعا لما الواحد بيمسح بميه وملح او بيرش الملح في الاركان بتاعه البيت محتاج يطلع الحاجات دي بره عن طريق التهويه، عن طريق فتح الشبابيك. حتى الملح نفسه بيشيل مسارات الطاقة أو المجال الكهرومغناطيك اللي خاص بالكهرباء، بيبقى عندنا موجب وسالب وأرضي. صح. ففي البناء بيبقى بنحفر علشان يبقى فيه طبقة فحم وطبقة ملح خشن تسحب المجال الكهرومغناطيك من المكان نفسه.